أهلا أحبائنا مشاهدينا، بحييكم باسم الرب يسوع المسيح. سلام ونعمة مع جميعكم. اليوم في طبعا حديثنا مازال عن الروح القدس في هذا الأسبوع، وفي سؤال كتير بيسألونا الناس: شخصية يسوع أو هوية يسوع، هل كان المسيح ممتلئا من الروح القدس؟ سؤال كتير مهم. احنا بنعرف انه يسوع المسيح انسان كامل، جسد نفس وروح، اتخذ جسدا في ملء الزمان، وكان شخص كامل بلا خطية. مجيء المسيح كان الغرض منه هو العمل الكفاري، موته على الصليب وقيامته من الأموات، حتى يسترد العلاقة، الإنسان يسترد الإنسان ويرجعه للرب. لكن أحبائي، المسيح في حياته، في خدمته، حتما كان دايما مليان بالروح القدس. بالحقيقة المسيح مكتوب عنه جاء ليفعل مشيئة الآب، فهو قال في يوحنا 4:34: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ثم المسيح في سيره على الأرض كان بيعتمد على قوة الروح القدس، وهذا أحبائي ليس شيء غريب، لأنه حتى في العهد القديم اتنبأ عن يسوع المسيح في هذا الموضوع. في إشعياء إصحاح 61 من آية 1 لآية 3 مكتوب، أو يعني مكتوب عن المسيح: روح السيد الرب، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب. وإحنا بنعرف التتمي كانت عندما اقتبس المسيح نفس الكلمات في مجمع الناصرة، قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. هذه نبوة عن يسوع المسيح. في سفر إشعياء إصحاح 11 والآية الأولى، اسمحوا لي أن أقرأ لكم: ويخرج قضيب من جذع يسى ويثبت غصن. كلمة الغصن هي من كلمة نيتسر، اللي أجت منها كلمة ناصري أو الناصرة، بتعني برعم أو غصن. ويخرج قضيب من جذع يسى ويثبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. وهذه النبوة أحبائي في العهد القديم بتتكلم عن يسوع المسيح. ثم أحبائي في نفس السفر، في سفر إشعياء النبي إصحاح 48، اسمع ما يقول الرب يسوع: منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. الروح القدس اللي أرسل كمان يسوع المسيح. في أمثال إصحاح 8 مكتوب: منذ الأزل مسحت. ثم أحبائي مننتقل إلى العهد الجديد، منشوف مرارا وتكرارا تتكلم إنه يسوع المسيح فعلا كان مليان بروح الرب، وكان بيعتمد على الروح القدس. خلينا نبتدي بالنبوة الملاك عندما جاء للمطوبة القديسة مريم العذراء، قال لها عندما سألت كيف يكون هذا، أجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهذه طبعا يعني نبوة عن يسوع المسيح. كما أن يوحنا المعمدان امتلأ من الروح القدس في بطن أمه، يسوع المسيح كان ممتلئ من روح الرب حتى في أحشاء القديسة مريم العذراء.
فإذا منشوف إنه عدة آيات، مثلا في المعمودية، مكتوب في المعمودية لما الرب يسوع راح يعتمد على يدي يوحنا المعمدان، قال أنا أعمدكم بماء سيأتي بعدي، لكنه قبلي بيتنبأ عن يسوع المسيح، هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. ولكن في المعمودية شيء حدث كتير كتير مهم، مش بس المسيح في الجسد اعتمد وسمع صوت من السماء، يعني تأكيد لمصداقية يسوع المسيح، هذا هو ابني الحبيب، لكن مكتوب في متى 3 وفي إنجيل لوقا نفس الكلمات، إذا السماوات انفتحت، قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا أو مستقرا مثل حمامة آتيا إليه، في إنجيل متى إصحاح 3. الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع وهو صبي، اسمع ما يقول، كان الصبي أو كان الصبي اللي هو يسوع ينمو ويتقوى، ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه، في لوقا إصحاح 2 والآية 40. ثم مكتوب عن يسوع بعد المعمودية، فرجع، أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، مكتوب أيضا وكان يقتاد في البرية بالروح في البرية، يعني في البرية في وقت التجارب، لما تجرب فترة 40 يوم بعد المعمودية، كان في طبعا نفس المنطقة فيها برية وصحراء، الروح القدس اللي قاده حتى يجرب، تجرب في كل شيء ما عدا الخطية. ثم بعد هذا الحدث مكتوب ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، لما رجع إلى الجليل وراح لمجمع الناصرة، نرجع لنفس الآية اللي اقتبسها يسوع من إشعياء إصحاح 61، قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، روح الرب علي لأنه مسحني، هذه المسحة طبعا المسحة كانت بالزيت، بزيت الزيتون، لكن هذه المسحة كانت مسحة إلهية، مسحة من فوق، وهي بتتكلم عن تتميم النبوة، لأنه المسيح قال اليوم قد تم المكتوب في مسامعكم، يعني بكلمات أخرى هذه المسحة لكي يكون المخلص ولكي يكون الملك ولكي يكون المسيح الممسوح من الله. تعرفوا لما بطرس اتكلم في أعمال 10 اتكلم عن يسوع، قال يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فإذا نستشف من الآيات إنه في العهد القديم والعهد الجديد، واحدة من مواصفات المسيح أنه ممتلئ من روح الله لكي يقوم بأعمال الله، فهو تجسد في ملء الزمان إنسان كامل، لكنه كان ممتلئا من الروح القدس ويعمل أعمال الله. وهذا الشيء أحبائي المسيح وعد تلاميذه، خير لكم أن أنطلق، الأعمال التي أعملها تعملون أعظم لأني ماض إلى أبي، أرسل الروح القدس حتى نمتلئ من الروح القدس ونقوم بعمل المسيح، كما هو مكتوب في سفر زكريا، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. إذا اليوم أنت شاعر بفتور وشاعر حياتك ملهاش قيمة وشاعر بتراجع وتقهقر إلى الوراء، شو رأيك اليوم تصلي حتى الروح القدس يأتي إلى حياتك ويسكن في قلبك، وتصلي أنك تمتلئ من الروح القدس
ويفيض في حياتك أنهار مياه حية حتى تكون شخص منتعش، شخص تتكلم في كلام الله، شخص تستطيع أن تقوم في خدمة الرب. فاستحال أنك تخدم يسوع بدون قوة الروح القدس. فإذا أنت كنت فاتر قل له يا رب انعشني، وإذا أنت كنت فعلا بعيد عن الرب قل له خلصني واملأني بروحك القدوس، اسكب علي. مكتوب إن عطش أحد فليقبل إلي ويطلب. اطلب فالله بيغمرك والله بيملأك والله بيسكب حياته في داخلك بقوة حضوره بالروح القدس حتى تشوف أمور عظائم، تشوف عظائم الله في حياتك. ربنا يباركك. شارك هذا الفيديو مع آخرين، بحب أسمع منك إذا عندك أي مداخلة أو أي تواصل. نعمة ربنا وحضور الروح القدس يفيض ويملأ حياتك في اسم الرب يسوع. آمين.